انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت قال اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. اول ما الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا كمسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. بيؤكد المنصرين على قنواتهم أن القرآن غلط في مقارنة سيدنا عيسى المسيح بسيدنا آدم في موضوع الخلق، وبيقولوا إن آدم اتخلق من تراب بينما عيسى مولود من السيدة مريم. المناصرين ورجال الدين المسيحي بيستغلوا النقطة دي علشان يقولوا إن في خطأ في القرآن. هنشرح هنا بالتفصيل الشبهة دي ونوضح الفهم الصحيح للمقارنة اللي القرآن قدمها بين عيسى وآدم عليهما السلام. وهل كما يقولون أن مثل عيسى، طبعا يقصدون المسيح، كمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون كما في سورة آل عمران؟ لكن هنا السؤال نسألهم، كيف عيسى خلق من تراب؟ عيسى لم يخلق من تراب. اللي بيقول إن المسيح مثله مثل آدم خلقناه من التراب، إن المسيح ما تخلقش لا من التراب ولا جبل الرب الإله المسيح ترابا، ما ينفعش. فأول سقطة إنك تقول إنه عيسى زي آدم خلقه من تراب، عيسى مش مخلوق من تراب. الشبهة اللي بيرددوها مفادها إن المسيح بيتقارن بآدم عليه السلام في القرآن في عملية الخلق، وده موجود في سورة آل عمران الآية 59، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المنصرين أخذوا الآية دي وقالوا إن الآية دي مش مظبوطة لأنها بتساوي خلق المسيح بخلق آدم، والمسيح لم يخلق من تراب. فهل القرآن وعلماء التفسير قالوا إن المسيح مخلوق من تراب زي سيدنا آدم؟ اتفق مفسر القرآن سواء كانوا السابقين أو اللاحقين أو المعاصرين أن كلمة خلقه من تراب تعود على آدم لا على المسيح. وده رد باختصار من منصر زيهم مذيع بأحد قنوات التنصير. فالقرآن لم يخطئ في الآية دي، لكن الآية الكريمة بتسقط لاهوت المسيح اللي دايما بيستشهدوا بيه. فالمساواة في الآية مش أسلوب مساواة بين خلق سيدنا عيسى وسيدنا آدم عليهم السلام، ولكن أسلوب المساواة بيدل على إن خلق سيدنا آدم أعظم من خلق سيدنا عيسى. فالنصارى دايما بيقولوا إن المسيح اتولد من غير أب ولذلك فهو إله، فهم بياخدوا ميلاد المسيح الإعجازي وبيستشهدوا بيه على ألوهيته. في الأحياء وفي علم البيولوجي هو اتولد من الروح القدس، والعذراء مريم كانت حبلة من الروح القدس، إزاي؟ معرفش. أصل يسوع المسيح بيتكلم عن الميلاد الإعجازي للمسيح بدون أب، ودي فعلا معجزة، ولكن في بعض المخلوقات شاركت المسيح في المعجزة دي. فأصل كل المخلوقات ومنهم البشر لا أب لهم ولا أم، وأكبر مثال على ذلك سيدنا آدم عليه السلام اللي ملوش أب ولا أم. فالميلاد من غير أب معجزة، ولكن مش شرط الألوهية. فلو المسيح بتعتبروه إله علشان اتولد بدون أب، فمن باب أولى يكون سيدنا آدم إله لأنه اتولد بدون أب ولا أم. والمعنى ده ذكره لينا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب
واللي تفوق على المسيح في المعجزة دي بحسب الكتاب المقدس ملك صادق، اللي أكد بولس إنه ملوش أب ولا أم ولا بداية ولا نهاية. ملك صادق هذا ملك سليم، كاهن الله العلي، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. فليه ما خلتوش ملك صادق إله مع يسوع وهو ملوش أب ولا أم؟ وغير ملك صادق برضو عندنا الملائكة اتخلقوا من غير أب ولا أم، ومع ذلك النصارى مش بيعتبروهم آلهة، معرفش إزاي. وده رد على اللي بيشككوا في ولادة المسيح من غير أب، فالله بيقول لهم إن خلق المسيح من غير أب مش أصعب من خلق آدم من غير أب ولا أم، الاتنين كانوا بأمر الله وقدرته. وعلشان نفهم أي نص سواء مقدس أو غير مقدس لازم نفهم اللغة المكتوب بيها. فالأسلوب في قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أسلوب تشبيه بخلق عيسى كخلق آدم عليه السلام. والدليل في تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 41 و42، يقول تعالى إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب كمثل آدم، فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والذي خلق آدم قادر على خلق عيسى بطريق الأولى والأحرى. وإن جاز إدعاء البنوة في عيسى بكونه مخلوقا من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب عز وجل أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم ولنجعله آية للناس. ابن كثير بيقول إن عيسى اتخلق من غير أب زي ما آدم اتخلق من غير أب ولا أم بقدرة ربنا. فلما ربنا كان قادر يخلق آدم من غير أب ولا أم يبقى أكيد قادر يخلق سيدنا عيسى من غير أب، وده كان أيسر طبعا، ومفيش حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى. يقول النصارى أن تشبيه المسيح بآدم بما يفيد أن المسيح مخلوق كآدم بأمر الله فهذا خطأ، فالمسيح مولود وليس بمخلوق. المسيح ولد من أم بغير أب، ثم آدم ولد من غير أب وأم. نقول له لا، آدم لم يولد، آدم خلق، ما تولدش من غير أب والأم، ده خلق. احنا بنتكلم على الولادة التي لها قوانينها الطبيعية، وآدم ما ينطبقش عليه هذه الولادة، ده خلق من أول وجديد، من ما فيش. من الحاجات اللي النصارى مؤمنين بيها إن إلههم يسوع هو مولود مش مخلوق، زي ما قال أثناسيوس الرسول اللي كتب قانون الإيمان: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق. وده اللي هيكون محور حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.